البوصلة هي مركزة على الإنسان، حياته وكرامته. فبالتالي أعطيناهم أولوية في خلق استراتيجية. تعرفون أن استراتيجية تولي الهمم ما بتكون في القطاع الاجتماعي فقط. مش معناته وصل إلى مرحلة التقاعد أن انتهى دوره وحياته، لا، مؤسسات اقتصادية لا تسعى للربح وإنما تسعى للدعم أو المساعدة الاجتماعية. كيف يكون أسرة وكيف يشتغل وكيف بتكون حياته، موضوع تكامل. أنا اليوم فخور بأدائهم لأنهم حققوا أعلى رضا على مستوى كل الجهات اللي تقدم خدماتها في تبعي.